الله عندي الحليب، حطيت هون 6 أكواب من الحليب، راح أحط لهم السكر، وصفة سهلة جدا. وراح نحط عليها مع السكر راح نضيف الكاكاو. الكاكاو أنا حاطة من 4 إلى 5 معالق بس، طبعا اللي بيحبها غامقة يكون طعم الشوكولاتة فيها شوي على مرارة أكثر. نحط النشا ونتركهم يتسبكوا معانا عشان ما تاخذنا وقت. روان هلا حركيهم شوي، بس انا عامله جاهز. انتي جاهزه؟ عندي جاهز. خلص اوكي. هلا بدنا نجيب المعلقه الكفكيره، شو هاي؟ ايوه اللي هي هذه ومنبلش نسقي او نحط طبقه من هذا الصوص فوق الكيك. انا بحب هاي الكيكات البارده اللي فيها كيك. قول هلا بنجيب الشوكولاته ترش شوكولاته ترش ونرش ونرش على وجهها ما بنقطعها صغير، يعني ما بدي اقطعها صغير، قطع كبيره. ايوه شوفوا صوت القرشه تاعت رش. هلا ايش رح يصير روان؟ بتعرف شو رح يصير؟ رح تدوب هاي الشوكولاته مع الحراره تبعت الصوص هذا. بقول لك سلام عليكم، بتبلش تدوب الطبقه التحتانيه بس الفوقانيه بتضلها. يلا سلام عليكم شوكولاته الله معك. شوفي هذا منظر هذه الشوكولاته وهي دايبه، كفيله منها تدوب قلوبنا. الله شوف الله عليك. هاي لحالها بتنعمل روام، تنحط بالزبادي زاكيه كثير، بتنعمل مع موز. هذا ابدا. ايوه انت يعني. بتقولك سلمى انتقلتي من مرحله الشغل. الله يسعد سلمى يا رب يوفقها. هيك ايوه صار عنا الطبق جاهز. الدليفري عليني بس ايش؟ علي ولا عليكم؟ حرام والله ضل شوي لانه بدنا شوي ولا شيء. عندنا كريمه مخفوقه ويب كريم عادي، ويب كريم بس بدنا نزين هيك يعني، نزين هيك شوي على يعني. اذا في بس بدنا نزين شوف التواضع تبعها. لا لا يعني انا قصدي اذا في محلات يعني فيها مش جاي عليها الصوص او بنغطي فيها كمان. سلام يا رورو. وهي نحط واحدة بالنص. ايوه بعدين لسه ولسه كاكاو تكتكيها شوية كاكاو. والله يا عمي هذا شيء مرتب. رشة كاكاو بالمصفاي هاي بتاكلوها بعد الافطار. حتى والله يا روان لو مع فنجان القهوه زاكي لو حطيت شويه كاكاو عليها. هاي نحط شوكولاته. شو رايك رش كمان؟ هي لسه لانها مش جامده. نحط هون كمان شويه شوكولاته رش هيك. بدنا 2 قالب انجلش كيك شوكولاته بده يكون جاهز، 6 أكواب حليب، 4 إلى 5 ملاعق من النشا، 3 ملاعق طعام كاكاو، 1/2 كوب من السكر، من 10 ل 12 حبة شوكولاتة رش، وأكيد بدنا كريمة للتزيين.